مساء الخير واهلا بكم في القاهره 360. رغم اني مش من انصار استخدام المصطلحات العلميه والسياسيه المعقده والكلام الكبير زي الراديكاليه والامبرياليه والايديولوجيه، بحس ان الكلام بالطريقه دي فيه نوع من الفلسفه والاستعلاء على شعب ذكي قوي ومفتح قوي بيفهمها وهي طايره، الشعب المصري طبعا. بس اسمحوا لي النهارده هستخدم مصطلح واحد اسمه البراجماتيه، ومن غير فلسفه وتضييع وقت، البراجماتيه يعني الناس المصلحجيه بس بتوع السياسه. ده خير ما يعبر عن مواقف سياسية لدول تدعي البطولة الزائفة، لكن واضح ان اللي فيه ده ما بيبطلوش. مش عايز اقول مثل تاني مش محدش يزعل. موقف تركيا والسلطان العثماني اردوغان الاول في الازمة السورية كان خير ما يمثل الجماعة الارهابية. واضح انها قواعد عندهم، هم ماشيين على رأي المثل اللي يتجوز امي اقول له يا عمي. معلش استحملوني في الامثال النهاردة، مزاجي رايق فبدي امثال. يعني سلطان اياه وقف يخطب في 2012 ويقول خلاص نظام بشار الاسد بيسقط، ويوم الجمعه العصر هنصلي في الجامع الاموي، وطول السنين اللي فاتت مش عارف عمال يهتف ويهلل ويتوعد النظام السوري، لكنه في نفس الوقت كان بيتواصل عادي جدا مع ايران وبيبوس الايادي في روسيا عادي جدا برضه، واحلى سلام وتحيه للجماعه الاسرائيليه، وما يمنعش بوسه لامريكا على غمزه لبريطانيا. وغير كل ده قدر يقنع دول الخليج ان خيوط اللعبه كلها في ايده، وانه بيقود السنه في حربهم المقدسه ضد الشيعه، وان الانقلاب في مصر بيترنح ورابعه وخمسه وسادسه والحركات اياها. وفجاه بقدره قادر لبسوا العفريت الاخواني المصلحجي البراجماتي اياه. العفريت اللي ظهر زمان لما تحالفوا مع الضباط الاحرار وافتكروا ان هم هياكلوهم، لكن عبد الناصر كان اذكى منهم لانه كان فاهمهم ومعاشرهم. العفريت اللي فضل مستخبي ورا الجماعات الجهاديه في السبعينات والثمانينات لغاية ما خلص منها في التسعينات بعد ما سابها تصطدم مع الدولة. ومع بداية الألفية بدأ يلعب مع الرئيس مبارك وسألوا عليه أبو المصريين، مهدي عاكف اللي قالها مبارك أبونا كلنا ولا مانع من التوريث. لغاية 27 يناير 2011 كانوا مستخبين ورا الشباب قبل ما ينقضوا على الثورة ويخطفوها ويستردها منهم المصريين في 30 يونيو. هو ده تاريخهم الأسود اللي تركيا بتعيده النهاردة في أروع أمثلة البراجماتية، لما تخلت عن كل حلفائها ونسيت بقى حلب بتحترق والكلام الحلو اياه والصور والافلام، وراحت تقعد مع روسيا وايران وتتفق على احترام وحده الاراضي السوريه. النهارده في تصريحات ايرانيه بتشكر تركيا على حمايتها للامن الاقليمي ومحاربتها للارهاب ودعمها للنظام السوري العلماني الديمقراطي. اه والله العظيم قالوا كده. هم دول الاخوان يا جماعه، ملوك الصفقات واساتذه اللعبه من تحت الترابيزه، يجروا ورا مصلحتهم في اي مكان. اول ما ترامب لمح بس ان بشار قاعد مش ماشي وقال انه هيعمل مناطق امنه في سوريا بفلوس الخليج، كله جاب ورا وضربوا تعظيم سلام. وهفكركم كلها ايام وترامب يستلم، وهتسمعوا نكت سياسيه تموت من الضحك من قطر بقى كمان، وهتشوفوا حاجات احلى واحلى. اول تصريحات نقلتها احدى وكالات الانباء الروسيه عن عدم ممانعه السعوديه في بقاء بشار، بس والنبي بلاش ايران يعني يبقى لها وجود محرج في سوريا. هرجع اقول للمره المليون اننا لنا الشرف اننا ما تلوناش في اي لحظه. من اول يوم لغايه النهارده مصر اعلنت مواقفها الثابته وانها ضد الارهاب في كل مكان، ضد الارهاب في ليبيا، في سوريا، في العراق، في اليمن، في سيناء. احنا مع الدول القوميه اللي نعرفها. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ اذا كانت قيادات الاخوان نفسهم عايشين عيشه الملوك في لندن واسطنبول والدوحه وسايبين مؤيديهم هنا بالسيف في التراب، واللي عنده قناة واللي عنده مجلة واللي بيراهن في سباقات الخيل والحياة حلوة. اللي يغيظك بقى كمان اخواننا اللي هنا بتوع حلب تحترق سايبين اردوغان يبيعهم ويسلمهم تسليم اهالي روسيا واخواتها، وعمالين يخترعوا في اوهام عن مشروع ايقاف الاستيطان الاسرائيلي في الامم المتحدة، السيسي باع القضية. انا عايز اقول حاجة مهمة جدا، قد يختلف او يتفق البعض مع رئيس السيسي في السياسات الداخلية والاقتصادية، كل واحد حر في رأيه وله كل الاحترام، لكن الكل بيتفق انه كان صح قوي في عدم ارساله شبابنا لليمن او سوريا عشان يحاربوا بالوكالة زي المرتزقة في حرب طائفية لا ناقه لنا فيها ولا جمل. وده لان جيشنا عنده عقيدة من الاف السنين، هو جيش دفاعي مهمته يحافظ على تراب الوطن وبس. حتى مسافة السكة كان مقصود بيها صد اي عدوان، مش اللي بيحصل ده ابدا. احنا لو كنا عايزين نبيع سوريا كان ممكن نبيعها بالغالي قوي، وكنا هيصنا رز من اللي بيقولوا عليه. بس تعمل ايه بقى، احنا كده شعب فقري يغوي مبادئ، ما عندوش براجماتية. ندخل بقى على الثانوية العامة، اللي يعني عايز اقول ايه، المرض اللي ما بيتعالجش ملوش علاج.
قرار لسيادة الوزير دكتور الهلالي الشربيني بإلزام طلاب الثانوية العامة بأداء الامتحانات السنة دي باللغة الأجنبية اللي هم مقيدين عليها، وهو معرف بأزمة تعريب الامتحانات في حالة من الارتباك في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات. ومش كده وبس، لا ده كمان عامل حالة من القلق لطلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات وأولياء الأمور، وهم عبروا عن ده وعملوا عدد من المظاهرات والوقفات، ولجنة التعليم في البرلمان شهدت حالة من الانقسام، مش طبعا على تنفيذ القرار، هو توقيت التنفيذ. وقرار على فكرة قديم وموجود في الدرج، تفعيله هو ده كان المشكلة. ما عندناش أي مشكلة فعلا، الطالب المقيد في مدرسة إنجليزي امتحان إنجليزي، بس هو 6 شهور بياخد دروس او في المدرسه جيولوجيا بالعربي، جاي انت النهارده بعد الدراسه ما بدات ب3 شهور تقول له لا معلش ارمي اللي فات وابدا من اول جديد؟ يعني مع الاسعار مع الضغط العصبي ما اعتقدش ان ده حل مناسب، واتمنى ان وزير التعليم يحاول ياجل القرار. وعلى العموم احنا معانا الاستاذ بشير حسن المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. استاذ بشير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ احمد، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. في جديد يا فندم في مشكله تعريب الامتحانات؟ خلينا بس اقول حاجة، انه زي ما حضرتك اشرت بالفعل القرار موجود من 2014، قرار 285، لكن خليني اسأل يا استاذ احمد، هو يحق لي ان انا ادرس المادة بالانجليزي وامتحنها بالعربي مثلا؟ والله يا فندم لو جرى العرف او بقالنا سنتين على كده يبقى حضرتك سمحت بيها. استاذ احمد مفيش عرف، في قانون، هذا القانون اذا اردنا اصلاح المنظومة التعليمية يبقى لازم نفعل القانون. حضرتك دلوقتي قلت وعندك حق طبعا في اللي بتقول، اما ده لسان حال بعض اولياء الامور اللي مستائين من تفعيل القرار، ان هم بدأوا بقالهم 6 شهور بياخدوا دروس. بداية العام الدراسي يا استاذ احمد لا تقاس بامتى بدأوا ياخدوا دروس خصوصية، لان الدروس الخصوصية هي السبب في اللي احنا فيه ده، وحقول لحضرتك ليه دلوقتي حالا. فضل فضل. بداية العام الدراسي بتبدأ مع بداية العام الدراسي الفعلية، مش من شهر 7 اللي هو بداية ان هم بياخدوا دروس وبروحوا السناتر، لا بداية العام الدراسي احنا بقالنا دلوقتي ان شاء الله القرار طلع يوم 5/12، يعني قبل الامتحانات ب6 شهور بالظبط يا استاذ احمد. طيب انا كان في خطأ في المنظومة، اصلحه ولا ما اصلحوش؟ امشي بالعرف ولا بالقانون؟ انا المنطقي ان انا بدرس مادة بلغة أجنبية، المفروض ان انا بامتحنها باللغة الأجنبية. اتقال انه الطلبة القرار بدأوا العام الدراسي بدأ من شهر ولا 2 أو 3، وكان المفروض يتقال تسهيلا على الطلبة، بقول ده من خلال حضرتك ومن خلال برنامج حضرتك، انه تسهيلا على الطلبة هيبقى فيه الى جانب الورقة اللي موجودة، الامتحان اللي موجود باللغة الإنجليزية مثلا هيكون موجود ورقة باللغة العربية. استاذ بشير معلش اقول لسعادتك بعد اذنك حاجة. صدق هو صدق. سواء هم من 6 شهور او من 3 شهور او من اسبوع، حضرتك النهاردة معالي الوزير استلم الوزارة امتى؟ بعتقد من فترة، من السنة اللي فاتت مثلا. خلينا اقول لحضرتك، ما هو استلم الوزارة امتى؟ طب يعني قرار زي ده كان وقته السنة اللي فاتت قبل بداية الدراسة، ما جيش بعد الدراسة بشهرين اطلب من الولايات تذاكر بطريقة تانية. يعني انت حضرتك على فكرة صح وكلامك صح، ومفروض طبعا انا في مدرسة لغات اخش امتحن باللغات، ولكن تمام. توقيت القرار مع الناس مش مناسب. وبعدين في حاجة تانية عايز اقول لك عليها برضو، في مواد فعلا احنا نقر ان هي زي الجيولوجيا زي مواد معينة مش متوفر تدريسها باللغة الانجليزية بقوة، او يعني ممكن يكون فيه بس مش المدرسين اللي هم الاولاد بتتلقى منهم المعلومة الصح او بسهولة في محافظات كتير قوي في مصر. فالقرار عايز تجهيز حتى من دلوقتي للسنة الجاية. انا هقول لحضرتك يا استاذ، انا عشان نلاقي حل، لانك حضرتك طرحت مشكله، فالمشكله بالتاكيد لازم نوجد لها حل، والا تبقى مشكله كبيره جدا. احنا دلوقتي الطلبه دخلوا امتحنوا، دخلوا درسوا ماده علشان ياخد شهاده انه درس شهاده انه بلغه تانية غير اللغه العربيه. طب هو دخل يدرس وهو بيدرس فعلا باللغه الاجنبيه، هل المنطقي انه يمتحن باللغة العربية؟ ده رقم واحد. رقم اتنين خليني أفصل بس المشكلة، عدد زي ما حضرتك أشرت في الخبر، عدد من لجنة التعليم بمجلس النواب بعتوا مستائين انه بعض المدارس لا تفعل القرار 285 لسنة 2014. فاللي صدر مش قرار من الوزير يا أستاذ أحمد، السيد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بعت كتاب دوري يقول لهم خلي بالكو ان احنا ما تنسوش القرار ده، وده حاجة بتتعمل كل سنة.
يعني ما فيش قرار. معلش يعني انا هو ايه الاهميه العلميه للقرار ان انا اقول للراجل يخش امتحان جيولوجيا بالانجليزي في ماده علميه مثلا نفترض؟ ايه مدى الاهميه في تطوير، ايه علاقه ده بتطوير التعليم؟ هو العائد الايجابي ان انا الزمه انه يخش يمتحن في الماده دي بالانجليزي. مش انا ارتضيت ان انا ادخل مدرسة تجريبية. ايوه فندم ماشي، بس يعني أدخل يعني أدرس. انا النهاردة استاذ بشير بعد اذن حضرتك، بس أدرس انت النهاردة وزارة خدمية والناس انت شايف الاسعار والدنيا والناس على اخرها، واللي دفع دروس خصوصية وهي طبعا ظاهرة سيئة ويا رب تخلصونا منها، بس اللي حصل حصل، احنا بنصلح المنظومة في طريقنا الى الاصلاح، فما ينفعش اجي اقول للناس ارمي اللي فات وابدأ من يناير اللي جاي خد مادة، والمادة دي اصلا يعني تقيلة باللغة الاجنبية وهو عمره ما درسها بيها. يعني انا النهارده لما اجي الواحد درس جبر بالانجليزي واقعد اقول له قص 2 وقص 3 صعب، والعكس برضه صعب. ازاي عمره ما درس وهو دارسها اساسا باللغه اللي هو اختارها يا فندم؟ هو دخل درسها بالعربي من اول يوم، بقى له سنتين امتحن بيمتحن بالعربي، متاح له انه يمتحن بالعربي. يا استاذ احمد بيدرس بالانجليزي ويمتحن بالعربي يا فندم؟ لا خلينا واقعيين، هو طبعا بيدرس بالعربي ويمتحن بالعربي. لا مفيش درس بالعربي، عارف المشكله في ايه يا استاذ احمد؟ ايوه المشكله انه مدرسي الدروس الخصوصية والسناتر هم اللي لا يجيدوا تدريس هذه المادة باللغة الأجنبية، فعملوا الزوبعة دي كلها. انت ما عندكش أزمة في المدارس، انت عندك مدرسين في المدارس بيشرحوا للطلبة باللغات الأجنبية، الأزمة عندك في مدرسين السناتر اللي لا يجيدوا التدريس باللغة الأجنبية، هو ده الأزمة الحقيقية. الشيء الثاني، إذا كنا بنبحث عن حل يا أستاذ أحمد، وده الحل اللي توصلنا له مع وكيل لجنة التعليم في البرلمان، انه هتكون موجود ورقة اسئلة باللغة العربية الى جانب ورقة الاسئلة باللغة الاجنبية بتشرح للطالب اذا كان مش فاهم صياغة السؤال بتقول له الصياغة بالعربي اهي، لكن مطلوب من حضرتك انك تبين لي انك درست المادة دي باللغة الاجنبية وتجاوب مصطلحات، ومفيش درجات على الصياغة على فكرة، اذا كان خايف من الصياغة مفيش درجات على الصياغه. والله يا فندم نتمنى ان يكون الحل الوسط ده مرضي لاولياء الامور، يعني انا انتوا طبعا ادرى او يعني عارفين ايه الـ 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 الانسب تربويا، نتمنى ان يكون ده مرضي ليهم وان يكون ده حل نهائي ونتعشى ان شاء الله يكون يعني مرضي ليهم. بس اذا اردنا يا استاذ احمد ان احنا فعلا نصلح المنظومه، انا عارف ان ده قرار ممكن يزعل بعض الناس، لان احنا لازم نفعل القانون ولازم الاعلام يساعدنا على تفعيل القانون. اكيد يا فندم، انا معترف ان انا لو عليا عايز اروح افجر مراكز دروس خصوصيه، يعني احنا كلنا كاسر مصريه بنعاني منها وبتستنزف دخولنا بشكل مش طبيعي، ولكن التوقيت، فيا ريت لو سمحتم يعني حضرتك برضه يعني مناشده لو في اي قرارات للسنه الجايه تعلن من دلوقت، بس ده هدفنا ونشكر حضرتك، شكرا جزيلا. وانا واثق ان الاعلام هيساعدنا في ان شاء الله يا فندم. يا رب، ربنا يسعدك. شكرا استاذ بشير حسن، المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم والاعلامي او يعني العام القدير في مجال الاعلام، نشكرك استاذ بشير. ندخل بقى على موضوع تاني. ايام ثوره يناير كان كل كلامنا عيش وحريه وعداله اجتماعيه، وكنا بنقول العشوائيات دي بؤر لا تليق وما يصحش، وكانت من اسباب الثوره حكايه العشوائيات دي. الغريب بقى دلوقتي لما تيجي تطور العشوائيات، اللي عامل نفسه من بنها واللي بيعمل من طنطا واللي بيعمل مش شايف، مع احترامي لبنها وطنطا طبعا هو افيه يعني، عشان كده بقى احنا حريصين بالذات نظهر ايه اللي حصل في الملف ده. وعلى فكره العشوائيات مش الاسمرات ولا الدويقه ولا القاهره واسكندريه، العشوائيات في المحافظات كلها، والنهارده في مجهودات احنا بنتابعها بدقه. لما اسمع ان محافظه البحر الاحمر بتستعد انها تكون محافظه خاليه تماما من العشوائيات بحلول عام 2017 اللي مش فاضل عليه غير ايام. معانا دلوقتي يعني هشرح، بس هي وزاره الاسكان يعني نفذت عدد من المشروعات بتكلفه 444 مليون جنيه، عملت 2747 وحده لتسكين 11000 نسمه في البحر الاحمر. مش هحكي لكم، خليني ارحب بالدكتور احمد درويش نائب وزير الاسكان للتطوير الحضاري والعشوائيات. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. يا اهلا يا دكتور. دكتور، اخر الجهود اللي بتقوم بها الحكومه في ملف تطوير العشوائيات بصفه عامه ايه؟ لا، هو احنا عندنا تكليف واضح من السيد رئيس الجمهوريه بالتعامل مع المناطق العشوائيه الغير امنه خلال عامين. واحنا في وزاره الاسكان وفي صندوق تطوير العشوائيات النهارده الدوله بتتعامل في حوالي 63000 وحده سكنيه. ايوه يا فندم مع حضرتك. 63000 وحده سكنيه لقاطني العشوائيات، ما بين وحدات بتتبني وبين وحدات بنشيل عليها الخطر، سواء ناس ساكنين في مخر سيل بنعالج مشكله مخر السيل،
او ناس ساكنين تحت ضغط كهرباء، خط كهرباء ضغط عالي برضو بنعالج المشكله دي. فاحنا بنحاول نرتقي دلوقتي بحياه 63,000 اسره مصريه. طب فندم الاراضي اللي بتاخدوها اللي كان فيها العشوائيات هتبقى حدائق عامه، هتبقى مشروعات، هتبقى ايه؟ شوف حضرتك احنا ما بناخدش اراضي عشان بس تبقى الامور واضحه. لا يعني المنطقه العشوائيه دي بعد ما تتشال هنشوفها عامله ازاي؟ انا هقول لحضرتك عاده احنا ما بناخدش اراضي، انا يعني بس الناس كلها في بالها نموذج الاسمرات ونموذج غيط العنب، بس ده مش النموذج الدارج. معلش هو الصوت في حاجه عمال بيقطع. لا انا سامع حضرتك كويس جدا. النموذج الاسمرات ونموذج غيط بشائر الخير او غيط العنب ده مش هو النموذج الدارج. النموذج الدارج ان احنا بنخلي الناس عايشين مكانهم. احنا عندنا مشروع ادي لحضرتك مثال، مشروع اسمه تل العارف السيده زينب، ده لحوالي 1000 اسره مصريه، بنبني لهم حوالي 1000 وحده سكنيه مطرح ما هم عايشين. فاحنا عاده الناس بيفضلوا عايشين في نفس المكان. طب دكتور احمد طيب انا بس اللي هطلبه من حضرتك، انا عايز اعمل زياره للناس دي بعد اذنك اشوف كانوا فين وبقوا فين. شوف ممكن احنا عندنا مشاريع في السويس، خلاص الناس ابتدوا يسكنوا في المشروع الجديد. عندنا مشاريع في سوهاج ان شاء الله يوم الاربعاء، لو حضرتك حابب تيجي معانا احنا نروح. انا جاهز يا فندم اروح. شوف قول لي فين بس انا جاهز، عايز اطمئن الناس دي كانت فين وبقت فين. حضرتك شرفنا يوم الاربعاء في سوهاج. اتفقنا. عندنا حاجات في بورسعيد، يعني بلاش سوهاج قوي، يعني سوهاج مشوار برضه، يعني خلينا في السويس قريبه والسويس يعني حضرتك شرفنا جدعان وهيرحبوا بينا، وطبعا سوهاج على راسنا يعني. في بورسعيد، في اسكندريه، ممكن برضه شهر ابليز، البحر الاحمر زي ما حضرتك قلت احنا بنبني حوالي 2800 وحده. تمام. لحوالي 2000 يعني مكلفه ما يقرب من نص مليار جنيه، عشان ان شاء الله على نص 2017 تبقى البحر الاحمر خاليه من العشوائيات الغير امنه. يا رب ويا رب مصر كلها. دكتور احمد درويش نائب وزير الاسكان للتطوير الحضاري والعشوائيات، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وميعادنا يوم الاربعاء حضرتك ما تنساش. شكرا يا فندم. ندخل بقى على اللغه العربيه، لغتنا الجميله اللي جرى عليها الزمن زيها زي حاجات تانيه كتير. اللغه عندنا اتحولت بمرور الوقت ومع السوشيال ميديا وظاهره الانجليزي الفرانكو اراب اللي بقينا فيه ده راحت خالص. وللاسف مش على مستوى الشارع بس، لا دي بقت كمان وسط المثقفين والمؤهلات العليا. يعني انا خايف اللغه دي تيجي يوم ما تكونش موجوده اصلا. يعني احنا في البرنامج هنا حبينا ننزل الشارع ونشوف اخبار اللغه العربيه ايه مع المصريين، نطمن عليها بنفسنا، نشوف لسه فاكرين ده ايه وده ايه. تعالوا نشوف التقرير يعني احسن. المدرسين نفسهم بتوع النحو بيغلطوا في اللغه العربيه، يعني اصلا من مصدرها غلط اللغه العربيه. اللعب الفصحى صعب، مع ان انا بكروز، بس صراحه انا كنت ميح في النحو واللغه العربيه اصلا. اللغه العربيه مهمه جدا، لغه جميله، لغه القران، يجب الاهتمام بها في المدارس وفي الجامعات، لان دلوقتي الواحد للاسف يعني بيشوف الناس المفروض ان هي تتكلم باللغه العربيه، وليكن المحامين، وليكن اساتذه الجامعات، المسؤولين الكبار الدبلوماسيين بيخطئوا في اللغه العربيه. التي المربوطه والتي المفتوحه، الفرق نقطتين. لا ما اعرفش، انا مش لغه عربيه اصلا. اتمنى ان اللغه العربيه تعود، وشباب في الجامعات والاولاد يكلموا ابهاتهم ومامتهم باسلوب راقي واحسن من الاسلوب اللي هو فوقك مني وكبر الجمجمه يا ماما مش عارف ايه يا بابا. فنتمنى يكون الاحسن، اولادنا يكونوا ان شاء الله خير شباب يمثلوا مصر ان شاء الله في المؤتمرات باذن الله. طبعا احنا ما حبيناش نعمل اختبارات على الهواء عشان يعني، او ما حبيناش نعرضها بصراحه عشان النتيجه كارثيه ومحزنه. المصيبه بقى اللي يزعل اكتر واكتر لما تلاقي على الفيسبوك مثلا اساتذه جامعه ودكاتره ومهندسين وناس افاضل وكاتب لك والله واو الف لام لام هي هي اسم ربنا بنغلط فيه، الله بنكتب والله، واحد يكتبك ان شاء الله، انشاء، انشاء يعني نبني مش انشاء، وغيره وغيره، يعني حدث ولا حرك في الكلام، ويقول لك اللي راح الف لام راح على طول، قال راح. ده انت احنا عايزين البلد مدرس نحو مش يعني يمسكها يظبطها، مش كده، مش هينفع الكلام ده. وكل مدى بتسوء اكتر واكتر، وتلاقي يكتب لك الحاء بقت حرف 7 بالانجليزي، ويكتب لك التو بالانجليزي هي الهمزه، مع الوقت هتسيح اللغه دي. يعني بقى مش عارف ليه بنستعر منها، حتى الناس اللي مش فاهمه يعني يا بتتمنظر بالانجليزي يا بيدلعوا العربي، تقول لك انا مش اعرف. ايه مش اعرف دي؟ انا مش حب، ايه الدلع الماسخ ده؟ فياريت نهتم بلغتنا شويه، ودي هيبقى لنا فيها بعد كده كلام كتير، وهي لغه جميله ورائعه ومعبره وتستحق قوي ان احنا نهتم بيها. طلعونا فاصل بقى.